السلام عليكم. تمت في بحر الأسبوع الماضي معاينة لمستشفى الاستعجالات الطبية، استعجالات الجراحية الطبية من طرف والي ولاية الجزائر. وهذا المستشفى الواقع ببلدية زيرالدا، واللي الأشغال تقرب عن 90%. إذا هذا وهذا المشروع يدخل في إطار السياسة الجديدة لوزارة الصحة لخلق مراكز استعجالات طبية جراحية في كل ولايات الوطن، وكذلك الدوائر، كل دوائر على مستوى الدوائر في الوطن. إذن فيه يعني خريطة لاستحداث هذه المراكز لاستقبال الحالات الاستعجالية، الحالات الجراحية الاستعجالية، وهذه خطة جيدة جدا. نتمنى تكون الخدمات الطبية والإطار الأطر المكلفة في هذه المنشآت أن تكون على المستوى التطلعات نتاع الشعب الجزائري، وكذلك أن تكون الصيانة في الموعد للحفاظ على هذه المنجزات اللي سوف أكيد سوف تدعم المنظومة الصحية في الجزائر. والسلام عليكم.